السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم. عيد الأكابر اليوم بالخدمة المدفوعة عملت بيبول، عملت شيء blow your mind you can't believe that people، عن جد عملت ارتفاع ضخم جدا يا شباب. كانت الأرباح مهولة بالخدمة المدفوعة، صدق أو لا تصدق نحن عملت بيبول يا شباب أخذناها من 3 صفار تمام كاستثمار ومضاربة. أيضا في عنا شباب أخذوها من 0.22 وأيضا في منهم أخذها بال0.40 كمضاربة. عملنا منها مضاربات كتيرة وحققنا منها مكاسب. مثل ما لكم شايفين أول بمب عملت لنا هو لل0.70 وردينا أخذناها من عند 0.22 وردينا أيضا عملنا عليها بام مرة أخرى عند 0.71 وردينا بعناها مرة أخرى وردينا أيضا ضاربنا عليها. صدق أو لا تصدق كانت الأرباح جدا جميلة. اللي احتفظ منها كاستثمار حقق منها مكاسب جدا مهولة اللي عملت بيبول، واللي عمل عليها مضاربة بوم كابيش. شوفوا البومب يا شباب، البومب اللي عمله اليوم عملت بيبول هي عملة خاصة بالرياضة جدا جدا كان قوي. خلينا نقول كاستثمار قديش حققوا مكاسب الشباب، 1600% يعني يا شباب 16 ضعف. نعم صدق أو لا تصدق 16 ضعف، وإذا داخل فيوتشر أرباح مذهلة يا شباب ما بدي أتحدث عنها أكثر من هيك. واللي دخل عليها مضاربة وتأخر خلينا نقول بال0.40 حققوا 240%، يعني دبل وهالف نص. فيكم تصدقوا هذا الشيء وما فيكم تصدقوا، فيكم تحكوا مع شباب الخدمة المدفوعة وتأكدوا من هذا الأمر. واللي تأخر أكثر وأكثر بالدخول بعملة بيبول حققوا 135%، يعني ضعف و30%. كانت أرباح جدا جميلة، ومثل ما كنتم شايفين لساتها بتعمل بومب عملة بيبول. طبعا أنا ما بنصح الآن بالشراء لأنه في تصحيح جدا كبير بده يكون على عملة بيبول، واللي أخذ وسمع كلامي كانت أرباحه جدا جدا جميلة بعملة بيبول. وإن شاء الله من ربح لربح يا عائلة الأكابر، وإن شاء الله أرباحكم تكون طيبة بالخدمة المدفوعة. حاولوا تسجلوا الآن لا تضيعوا الفرصة، راسلوني على التليجرام وسجلوا الآن، وفيكم تسألوا رفقاتكم. نحن عنا إدارة مالية شرسة، وأيضا عنا تحليل لجميع العملات الرقمية بنحلل بفيديو، وأيضا تحليلنا لله الحمد عم بيكون في إدارة مالية رائعة. فيكم تسألوا الشباب، سجل الآن ولا تضيع الفرصة. بدر لك بالنهاية That is not financial advice but I'm always right stay safe and see you soon. Bye bye guys.